حكينا الموضوع بداية، حضرتك مين؟ عرفنا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شعبان المأموني، خريج كلية التربية، تمام، وكنت واحد من المتفوقين وأنا طالب. الاتجاه بتاع العمل خدني للدراسة، يعني خدني للتربية والتعليم، بس التربية والتعليم يعني في طاقات وحاجات، طبعا هي مهنة ما زلت متمسك بيها ومعمل في نفس المجال طبعاً، ومش هستغنى عنها طبعا، لأن دي رسالة ربنا قدرنا عليها. الفكرة التانية ان انا عندي امكانيات وقدرات اقدر اخدم بيها بلدي. كل القصة كلها ان انا بحب اشتغل، بحب اعمل، واحب اكون متميز في الحاجة اللي انا بعملها، ما بقاش تقليدي. عشان كده اخترت مجال اكسسوار العربيات، اخترت المجال الصعب، فانا حبيت اخوض المجال ده واخوض معهم التجربة. بدأت من تقريبا سنة 2000، اشتغلت عند ناس، تمام، وكان يوم الفضل عليا في ان انا اتعلمت منهم، والحمد لله خدت الفكر وطورت ان انا الحمد لله النهاردة اقدر ادخل على اي منتج جاي من برة، هقدر احوله المنتج مصري مهما كان صعوبة هذا المنتج، لان احنا عندنا هنا امكانيات رهيبة جدا، عقول بشرية على اعلى مستوى، بس كله متداري مش ظاهر. انا بدور على الناس دي لان انا يعني لافف مصر وحتة حتة، بحكم ان انا اشتغلت في المبيعات، لفيت بسوق دايس، مش مخلي مكان في مصر لما رحته، احتكيت بمصانع، بمصنعين، بورش، بستفيد من الورشة الصغيرة جدا تقدر تطلع لي حاجة محترمة. لا، الناس عندها امكانيات كبيرة جدا في مصر، وورش في مناطق شعبية كتيرة جدا مغمورة نفسها حد ياخد بايديها. يعني انا بناشد من خلال البرنامج بتاع سعادتك كل رجال الاعمال المحترمين، قربوا من الناس دي، ادعموا الناس دي. الناس دي فعلا ممكن تشتغل ليل نهار عشان توفر جنيه. انت بتبيع ايه وجمعتها ازاي؟ احكي لي كده مشوارك. بص يا باشا، انا بالنسبه للمشوار بتاعي بتبيع هنا، انا ببيع هنا عطور سيارات، تمام، وكل ما يخص مستلزمات السياره، يعني فوط، من فوط، البطاريه، كابل البطاريه، ده مصري يا جماعه على فكره، الكابل ده صح كده، لما البطاريه تروح في داهيه يعني نستخدم ده، تمام، يشغلها في ثانيه، او احنا ليه نطلع محمل، صح، حاجه محترمه بضمان، كمان ماشي، وعلبه شيك قوي، ده يعني الصين ما بتبعتش الفينش ده، بتبعت علبه كرتون. المصري فكر قال لا انا اعملها علبه بلاستيك، بحيث برضو يفضل افضل محافظ عليه جوه العربيه بتاعتي بالكواليتي بتاعه، بنظافته. المعطرات دي مصريه يا جماعه، ده طبعا بالاشتراك مع المعطرات دي واحد مصريه يا جماعه، اخواننا السوريين، مصنع هنا في موجود في مصر، بيصنع في مصر هنا، طبعا، يعني العماله بتاعت كلها مصريه، صح، طبعا كل العماله مصريه، والفكر بتاع والفوط دي مصريه، ده مصري، كل ده مصري حضرتك، يعني المنتجات دي كلها مصري، ده مصري، ده طبعا ورش بتصنعها عندنا هنا في المنصوره، ناس يعني ما شاء الله، دي تلف حرير، المخده دي بتاعت السوق اللي هي بتريح على رقبتك دي برضو ورش عندنا هنا بتصنعها، تمام. ده جراب دريكسيون، يعني في تفاصيل متهيألي صعبه جدا، يمكن التقيت حلو بجد.